لك يعني هو إيهاب جلال فعلا في حيرة من أمره. خليني أسألك، هل في رضا يعني بشكل عام من النقاد الرياضيين على هذا الأداء، ولا الناس كلها شايفة أن هو أنا يمكن بسألك السؤال بشكل تاني. بص يعني خلينا نتكلم بصراحة، أنه أنت طالما خدت اتجاه ضد حد هتفضل طول الوقت أنت ما هو أنا برضو ضده. ما هو أنا برضو حاطط نفسي مكان هذا الرجل، لأنه هو برضو يعني في ضغط كبير جدا من الإعلام عليه، كبير جدا من الإعلام ومن السوشيال ميديا ومن الجمهور، واضح جدا على إيهاب جلال، فبالتالي أنه هو ربنا يكون في عونه بأمانة. فلما تيجي تتكلم في الحالة دي على فنيا، فأنت هتبقى بتظلمه بشكل كبير جدا. هو عمل جزء من اللي انت عايزه، حقق لك التارجت اللي انت عايزه، كسب المباراه الاولانيه مع غني، اول هدف تاخر بتاع مصطفى محمد في الدقيقه 87، بس ولكن المستوى الفني خرجت بالهدف اللي انت عايزه بثلاث نقاط. ماتش اثيوبيا النهارده فيصل برضه في مشوار ايهاب جلال لازم يخرج بنتيجه ايجابيه. لو ايهاب جلال النهارده ربنا كرمه منتخب مصر حقق الفوز على اثيوبيا، فبالتالي انت بتتصدى المجموعه برصيد ست نقاط، هيبعث بنوع من الطمانينه لدى الجمهور خلاص. صحيح. يعني انت والحقيقه ان دور بشكل كبير خلاص تاهلت للدور اللي يدعم المدير الفني الجديد ايهاب جلال، وندي فرصه ونشوف. طيب الماتش اللي فات شفنا ابراهيم عادل وهو ايهاب جلال نفسه بيراهن عليه بشكل كبير، وشفنا قفشه ونزولهم اللي حرك المباراه وعمل يعني لعب كويس بعد يعني ما كان لا ما فيش يعني لمسه كويسه في الماتش. النهارده شايف ممكن هم يبتدوا، شايف الوضع ممكن يكون، اعتقد انه قفشه ممكن يبدا اساسا، ولكن ابراهيم عادل لسه بدري عليه. ابراهيم عادل لسه صغير برضه، بتتكلمي في 18 سنه، فالخبرات محتاج خبرات كبيره جدا. ولد موهوب ولعيب كبير جدا وينتظره مستقبل كبير، ونتمنى ان هو يسير على خطى محمد صلاح، انه بدري يعني يخرج للاحتراف ويستمر، واعتقد هو ده الهدف بتاعه. معلش عايز اقف معاك عند النقطه دي، الاحتراف. احنا بنواجه دلوقتي فرق افريقيه فيها محترفين، احنا عندنا صلاح وعندنا النني وعندنا يعني ناس كتير محترفين ومرموش، يعني عدد كبير من المحترفين، لكن لما بنقابل الفرق الافريقيه زي السنغال اكتشفنا انه لا، احنا ما عندناش عدد كبير ولا حاجه، احنا محليا يعني عندنا اللعيبه هنا يمكن بتاخد في عقودها فلوس تخليها ما تطلعش تحترف بره. بالظبط، بتاخد اكتر من بره. طيب احنا القصه دي لما بنروح نواجه بقى فرق افريقيه بتتعبنا. بص هي يعني 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 الجزئيه دي يعني زي ما يقولوا كده قتلت بحثا، ولكن هي المشكله الاساسيه حتى انه محمد صلاح والنني ربنا كرمهم ان هم ما لعبوش في اهلي وزمالك، هم خرجوا من المقاولين العرب، فبالتالي تم تسهيل خروجهم للاحتراف. الاهلي والزمالك اكبر ناديين في مصر، ولكن عندهم مشكله في خروج اللعيب. حتى لو حضرتك فاكره انه من فتره عشان رمضان صبحي يخرج من النادي الاهلي، يعني قعدنا مثلا سنه في خناقه مع مجلس الاداره واتهامات بالتمارض وعدم اللعب وبتاع، والقصص دي كلها يعني وهجوم من جمهور النادي الاهلي على الاداره بسبب الموافقه على احتراف رمضان صبحي. الزمالك نفس القصه مع مصطفى محمد لما طلع على جلطة سراي، سنه كامله في صراعات بين مصطفى محمد وبين اللجنه اللي كانت تدير نادي الزمالك، والجمهور رافض والقصص دي كلها، لحد ما مصطفى اصر وخرج لجلاطاسراي التركي. فبالتالي انه الاهلي والزمالك طول الوقت هم متمسكين باللاعب الموجودين، هو مش في دماغه احتراف ولا غير احتراف، انا اللاعب اللي موجود معايا. وده حصل كده حتى المحترفين اللي موجودين في النادي الاهلي، النادي الاهلي بيرفض بصعوبه بيعهم يعني بره الفرقه، هو خلاص متارجت نفسه بيتكلم في بطولات سواء محليه او افريقيه، ما عندوش هدف انه اللاعب المميز اللي عنده يخرج بره. محمد صلاح والنني ده كانوا يعني كيس مختلف، لانهم خارجين من المقاولين العرب، فبالتالي المقاولين عنده تارجت ان هو بيطلع لعيبه للاحتراف. ده اللي نفعهم. هي مشكلتنا في الاهلي والزمالك لازم يوافقوا باي عرض يجي حتى لو بفلوس قليله جدا، ولكن هم اولا بيرفضوا رفض تام في البدايه، ومع التدخلات ومع انه اللاعب هو اللي يعني زي ما بيقولوا كده انه بيقفش ان انا مش هلعب غير لو احترفت وبتاع، فبالتالي بيبداوا يحطوا ارقام كبيره جدا. الارقام الكبيره جدا دي صعب انك انت تطلع تحترف بيها، يعني لانه مش هيحترف من الاول في ليفربول او ريال مدريد. بالظبط، محمد صلاح ذات نفسه اللي هو نجم العالم دلوقتي، طالع من بازل على روما على تشيلسي على فيورنتينا الايطالي ورجع تاني على ليفربول، فبالتالي هي محطات وخارج برقم قليل جدا من المقاولين العرب، ولكن المقاولين العرب يعني كان عنده ميزه انه حاطط في العقد بتاع محمد صلاح انه بينتقل من اي نادي لنادي، المقاولين العرب بياخد 4% نسبه، يعني هو حتى المقاولين منتظر دلوقتي تجديد عقد صلاح. صحيح. مع ليفربول او بيع صلاح سواء في العروض اللي بيتكلموا فيها سواء لبرشلونه او باريس سان جيرمان او ريال مدريد، لانه المقاولين العرب هياخد نسبه 4% من قيمه عقد صلاح. طب لو ده بيتم مع الكبار الناشئين بقى، مش المفروض يكون في تصحيح للافكار دي مع الناشئين وما نعيدش نفس الموضوع تاني؟ ما هي نفس الناس دلوقتي بتتكلم انه ده مش ده الفرقه اللي معانا دي مش 2006 ومش 2008 ومش 2010 وما كناش بنشوف اللعب ده، والناس غير راضيه عن الاداء.
بخصوص الاحتراف انه نفس القصه برضو انه الاهلي والزمالك اي لاعب شاب عندهم او في الناشئين اول ما يعني بيبدا ينضج كده ونبدا نحس انه في كذا بيصعدوا الفريق الاول وبيرفض احترافه. لو جاله عرض بيطلب 5 مليون يورو و10 مليون يورو فده صعب جدا. الدول الافريقيه زي ما حضرتك اتكلمت السنغال كلهم محترفين، كل اللعيبه اللي فيهم طالعه بارقام ضعيفه جدا صحيح. اقل من كمان اللعيبه بتاخده في مصر ده، فبالتالي طلباتك مغاليه فيها كبيره جدا. الانديه بتعمل كده الاهلي والزمالك عشان خاطر يعني خلاص انا بطلب رقم كبير صحيح. جدا فالنادي هيرفض، فبالتالي خلاص هقول للاعب انه يعني فكره الاحتراف دي خلينا ايه نعمل لها بالظبط يعني محتاجه ملف ملف كبير.